قالوا إن الله لم يمدح جميع الصحابة. نعم نعم شبه الثانية. قالوا إن الله لم يمدح بعضهم وإنما انتقى منهم بدليل قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يقول ظاهر هذه الآية أن جميع الصحابة ممدوحون، لكن عندما تختم الآية بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، قالوا ومنهم للتبعيض، من للتبعيض هنا، فإذا معناه أن في من الصحابة من وعده يعني مغفرة وأجرا عظيما ومنهم من ليس كذلك بدليل التبعيض، وهذا يدل على أن بعضهم ارتد بعد وفاة النبي أو كان يظهر الإيمان والنفاق وكذا، وإلا ما المعنى أن يخصص الله بعضهم ويقول هؤلاء فقط الذين يدخل الجنة دون غيرهم؟ واضح الشبهة؟ نعم. الرد على هذه الشبهة أن يقال: أولا أن من في منهم ليست للتبعيض، لا نوافق أن هذه من التبعيضية، لا نوافق أن من هنا هي من للتبعيض، وإنما هذه التجنيسية، من التجنيسية يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من أمثالهم من جنسهم، وليس منهم أي من بعضهم، وإنما من جنسهم وأمثالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي من أمثال الأوثان من أجناس الأوثان، ولا يعني اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني بعض الأوثان، فكأن الله يقول إيش؟ اتركوا بعض الأوثان ها؟ واعبدوا البعض الآخر، لا تجتنبوا، يعني انتقوا في اجتناب الأوثان، اجتنبوا بعضها ولا تجتنبوها كلها، وإنما المراد فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان أي كل الأوثان بلا استثناء. وكذا احتمال الآخر هو قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وليس من أي بعض القرآن وإنما من جنس القرآن، يعني الآيات بعضها من جنس بعض، فهنا إذن ليس المقصود بعض القرآن شفاء ورحمة، وبعض القرآن ليس شفاء ولا رحمة، وإنما القرآن كله شفاء ورحمة، وإنما من هنا التجنيسية أي من جنسهم أو من أمثالهم وليس من بعضهم. هذا بالنسبة إذن، فتكون الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ما معناها؟ من جنسهم من أمثالهم من يفعل مثل فعلهم مغفرة وأجرا عظيم، وليس من بعضهم. والذي يظهر يعني في الآية لما يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وسيماهم في وجوههم من أثر، كله مدح، بعدين يقول بعضهم من الشجن وبعضهم ما يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى أبدا أن الله يمدحهم كل هذا المدح ثم يقول بس ليسوا كلهم في الجنة، بعضهم في الجنة. إذا لماذا مدحتهم كلهم؟ واضح؟ إذا لا يستقيم أبدا أن تكون من هنا إيش؟ التبعيضية، وإنما هي التجنيسية، وهذا واضح جداً.